ما معنى لادوبسيون؟ التبني، يجي واحد يجيب كاش طفل ولا طفله، عاده طفله الاطفال هما يركزوا على الاطفال على الذكور، من بعد باش يقوي القبيله نتاعو يقوي الاسره نتاعو يقول له انت ابني كش ذمي، ذا يسمى لادوبسيون تبني، يعني اعتبره ابنا كش ذمي. طيب إمي سينك كش ذمي اذغس سوال نبلي كش ذميس الفلاني ونسى ماشي ذميس، هذا داعي متبنى، والذي تبناه يسمى متبني، والطفل اسمه تبنى. لادوبسيون نظام التبني نظام معروف في الجاهلية، أكيد تعاشم الحديث طويلة من القواعد. المهم الإسلام حرم التبني، أبطله، على لعدة أسباب. أولا التبني مخالف للحقيقة، يقول ما سينكش ذمي صافي ماشي تيزت ماشي ذميس. الاحترام والتقدير يجوز في الحاجة القدر، أسيني أمي أي اللي أتوضو المقنصرة بذا أعمي عادي يشتكي يجوز، يجوز 100% باب التقدير والاحترام. ولكن لو ستاتونس انتر بونتي جوريديك ولا قرا في الدم ماشي المعنى هذه يوالد الصح، لا خاطر ما فين الدمي معناتها ستسمعون الان. صافي المفسدة الأولى أن التبني مخالف الحقيقة ماشي تيدت. في سناث التبني يؤدي إلى اختلاط الأنساب، أدخل ظن الأنساب، فلو كنت سالة في الياسيا قال فلاني فذاس يماس جدس جيداس كل شيء واضح، إما إلا دخل ذاك أن يغالوا لش ونزرى ونزرى راثي تسندث الله. أم بعد المفسدة في ثلاثة ذا شوت أنو وثيرين تلي بروبلم المشاكل، أزكى قشيشاكي مرايي مغور هذه 39 سنة وهذه الضرب اللي انت ما تشي ذنيك أشي خدم المشاكل فيهم قرانين وديجا صرات صار العجب ديجا وقال يخدم من كفالة ركو ليغال قال يخدم من كفالة وخبرنا له غير راشاكي قال من قريث للشوك علاش ما خبرتونيش حتى وصلت 40 سنة باش تقولوا لي انت ماشي وليدنا؟ ممكن يلعب البالون مع اصحابه في الاستاد كاش ما يختلفوا ها في البيلانتي ولا في كاش حاجه في الكفر ولا يقول ديجا انت ديجا انت كواغتك ماشي صحاح خير ان شاء الله انت هذاك ماشي باباك ماشي بابا ويروح للدار يدير لهم مشاكل وربيع المشي اللي قلته صرا هذا الكلام صرا هذا اللي قول صاروا في البالون جاب الحقيقه من الاستاد وصل الدار قال لهم والله غير تقولوا لي الحقيقه والى اليوم ندير العجب وبدا يديره لا فيولونس ها قالوا له معليش ما انت ماشي وليدنا انت جبناك وربيناك علاش ما تقولوا ليش علاه لازم الانسان يعرف الحقيقه ويعيش معاها عادي من الكذب ذي ريف الكذب اني غوم غوم غوم. البسيكولوج يقولوا كاين لاج وين تخبروا ماشي كي كان عنده 2 زون ولا 3 زون كبار يوصل 5 سنين 6 سنين في هذيك المرحله على كل حاسيكا باركا تخبروا تقول باللي جبناك ربيناك نحبوك ونعزوك ونقريوك وكذا وبعدين يولي يحب هو يعرف لو ستاتيو نتاعو يعرف المركز نتاعو في نفس الوقت يحبكم يقدركم عادي ويعرف الحقيقة وربي يحفظه وعندك أجر عند ربي وما شاء الله هكذا. طيب الموضوع يحتاج بزاف تفاصيل ولكن أكتفي بهذه الإشارات.